ده ريلمي جي تي 6. الريلمي جي تي 6. جي تي 6. فلاجشيب كيلر بطعم الذكاء الاصطناعي اي اي ريزر، وده اللي بسهوله جدا بتقدر وانت بتعدل الصوره تدوس عليه تقول له مساحه وهو بيقدر يعالج الصوره. بصراحه الذكاء الاصطناعي هنا جامد جدا، خاصيه زي السمارت لوب مثلا تشغل الصوره دي بسرعه في واتساب لحاجه ثانيه، ترفعها درايف، تبعتها لحد. اقوى اداء مع اسطع شاشه موجوده في العالم، شاشه بتوصل لاعلى سطوع شاشه في العالم 6000 نتس، شاشه رائعه في كل حاجه، في الكونتراست، في التباين. موبايل هنا تحت الشاشه وصاروخيه من اسرع البصمات اللي ممكن فعلا تجربها. جهاز تبريده ممتاز، فولا السطوع بيقل ولا الاداء بيقل ولا الفريمات بتقل، حاجه مبهره. كمان بيدعم مقاومه ميه وغبار من معماريه IP65. انت هنا معاك كاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل بسنسور من سوني، كاميرا تليفوتو 2 اكس زوم، دي هي كاميرا الترا وايد 8 ميجا بكسل. هو جهاز عملي يعني مش اي حاجه ناقصه.